السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه والطلبات طلاب الصف الثالث الثانوي. اهلا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. ازيكم يا ابطال؟ عاملين يا رب دايما بخير وصحه وسعاده. اهلا بكم في تركيه جديده من تركيات علم الاجتماع. النهارده معانا تركيه مختلفه جدا. اغلب الناس اللي خلصت الوحده الاولى علم اجتماع وصل لحد الدرس الرابع وفصل، قال لك يا مستر الدرس الرابع ده رخم شويه، مع انه من اكتر الدروس المضمونه في الامتحان. درس بيتكلم عن حاجه اسمها الظاهره الاجتماعيه وعندها 7 خصائص. تخيل لما انا اقول لك ذاكر ال7 دوائر دي بقى انت ذاكرت درس، يعني ذاكر تلقائيه، شيئيه، جبريه، عموميه، نسبيه، تاريخيه، مترابطه. تقول لي ماشي، ما انا عملت كده ذاكرتهم فعلا بس مش بعرف احل عليهم. اقول لك الحل ان شاء الله في التركيه دي. كل عليك اعمل بس شير للفيديو، تعالى كمل معايا التركيه دي، يلا بينا. يلا يا ابطال تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي نقدر نحل على 7 خصائص للظاهره. بص يا مستر، انا اول حاجه عندي صفة أو خاصية اسمها تلقائية، تلقائية، اعذرونا بقى في إيه؟ في الخط شوية، تلقائية. دي أول حاجة، يا ريت تسجل عندك أفضل. وبعد كده عندي شيئية. شيئية. وبعد كده عندي عمومية، عمومية وانتشار. وبعد كده عندي جبرية، جبرية، يا ريت تسجل الكلام عندك أفضل. وبعد كده يا مستر عندي حاجة اسمها نسبية. وبعد كده قال لي يا مستر في خاصيه كمان اسمها تاريخيه، واخر حاجه قال لي انها مترابطه. مترابطه، حلو الكلام ده. انا بقى عايز اعرف احل عليهم. اولا يا صديقي هو مش هيجيب لك ال7 في الاختيارات، هو هيجيب لك 4 بس. ولو يا مستر حتى لو 4 انا بتلخبط. طب تعال اقول لك على حاجه. تلقائيه يعني ايه يا مستر؟ يعني عفويه. تلقائيه يعني ايه؟ يعني عفويه. يا ريت تكتبوا يا جماعه عندكم الكلام ده، عفويه، معذرتي. تلقائية يا ولاد يعني عفوية. يبقى أول حاجة أهو عفوية، تمام؟ يعني يا مستر بدون تخطيط مسبق، بدون تخطيط، بدون تخطيط. يعني يا مستر مش من صنع الفرد، من صنع المجتمع. من صنع المجتمع. يا مستر بيمارسها الإنسان بدون تردد، دون تردد. عشان كده قلنا عليها ان هي ايه؟ عفويه. يعني ايه عفويه؟ يعني تلقائيه، حاجه كده غير مدروسه وغير مخطط لها. حلو، نسيب بقى التلقائيه اللي هي من صنع المجتمع والكلام ده كله ونروح عن شيئيه. يعني ايه شيئيه يا ابطال؟ يعني لها وجود منفصل. لها وجود منفصل. تقدر تقول عليها ان هي مستقله، مستقله. لا تموت بموت الإنسان ولا تولد بمولد الإنسان، يبقى هنا كده خارجة عن الإنسان، هي بره الإنسان خالص، هي غير متصلة بالإنسان، هي لها كيان مستقل. لها كيان مستقل. الإنسان بقى اتولد، الإنسان مات، كده كده الظاهرة لوحدها منفصلة عنه خلاص. طيب نروح للعمومية. يعني ايه عمومية مثلا؟ يعني انتشار يا ولدي، يعني انتشار، يعني منتشر، يعني متكررة في أكتر من مكان. متكررة. يعني لما أجيب لك رقم أو نسبة وأقول لك 10%، 20%، 80%، المهم إن أنا أجيب لك قياس لأي ظاهرة، عدد لأي ظاهرة. لما أجيب لك أي عدد، لما أقول لك جميع الشعب، جميع الشعب، يبقى كده حاجة عامة ومنتشرة. لما أعمل لك مقارنة وأقول لك مثلا ظاهرة التدخين مثلا أكبر من أو أصغر من الإدمان، أول ما أقول لك إن في ظاهرة أكبر من ظاهرة أقول إن هي عمومية. حلو. جبرية، يعني إيه جبرية يا مستر؟ يعني يا ولدي بالقوة، بتمارس نفسها علينا بالقوة، تفرض نفسها، تفرض نفسها بالعافية، وأنت كإنسان لا تستطيع مخالفتها، لا تستطيع مخالفتها. ليه يا مستر بقى ما أقدرش أخالفها؟ لأن أنت لو خالفتها تتعرض للوم، الناس تلوم عليك، تتعرض للذم، تتعرض للسخرية، تتعرض ممكن للعقاب. عرفت يعني ايه جبرية؟ يعني إلزامية، انت ملزم بيها. طيب نسبية، يعني ايه نسبية يا مستر؟ يعني في اختلاف. يجيب لي في السؤال يا ولاد اختلاف، مش فاهمك يا مستر. يعني يجيب لي الزواج، الزواج. حلو. ويقارن ما بين مكانين، او يجيب لي الزواج ويقارن ما بين زمانين، مش فاهم يا مستر. يعني يقول لي الزواج مثلا في مصر يختلف عن الزواج في الهند. يبقى كده نسبيه.
مختلف. يقول لي الزواج في عهد محمد علي او في عهد الفراعنة يختلف مثلا عن القرن العشرين. القرن العشرين يبقى انت عايز تقول انها ايه؟ نسبية. يبقى وجب لي يا ولاد الزواج او الزواج في مكانين مختلفين او في زمانين مختلفين فانا اقول ان هي ايه؟ نسبية. لو حسيت باي اختلاف او اي تباين او اي مقارنة للعادات والتقاليد قول ان هي ايه؟ نسبية. طيب امال الاخطار التاريخية امتى يا مستر؟ لما يجيب لي ظاهرة يا ولاد ليها ماضي، ليها جذور، تراث، حضارة. مش فاهم يا مستر. لما اجي اقول لك ان المسلة دي او المبنى ده او الزخارف المعمارية دي تعود لعصر الدولة الفاطمية، يبقى انا قصدي ان هي ايه؟ تاريخية. يبقى لما اجيب لك ماضي الظاهرة، جذور الظاهرة، تراث، فترة زمنية، فترة زمنية في حياة الشعب، في حياة الناس. لو جبت لك فترة زمنية، حقبة زمنية كده، قول ان هي ايه؟ تاريخية. طيب امتى اختار مترابطة يا مستر؟ السؤال بتاعي يا ابطال يبقى فيه ظاهرتين، واحدة سبب للاخرى. مش فاهم يا مستر. اقول لك ان مثلا البطالة سبب الادمان، تقول لي ترابطية مرتبطة، واحدة سبب للتانية، واحدة نتيجة للأولى. يبقى أول ما تلاقي السؤال بتاعك في ظاهرتين ودي سبب لدي قول إن هي مترابطة. مش عايز أطول عليك أكتر من كده، وكده تقريبا أي سؤال هيقابلك لو معاك الحاجات دي أنت كده هتعرف تحل أي سؤال على الدرس الرابع علم اجتماع. تحياتي لكم مستر محمد علي، وأتمنى من ربنا إن أنا أكون فدتك بشكل كبير جدا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في تركيا تانية إن شاء الله. السلام عليكم.